عروض التجارة زكاتها إذا تم الحول على القيمة، ما هو على العروض، على القيمة التي اشتريت بها هذه البضائع، إذا تم الحول على رأس مالك اللي شريت بها البضائع، فإنك تقوم البضائع، تثمنها باللي هي تسوى، اللي هي تسوى في السوق عند تمام الحول، تثمنها، تجردها كلها وتثمنها باللي هي تسوى، تجمل قيمتها وتخرج ربع العشر. هذه كيفية إخراج زكاة عروض التجارة. وحولها، حول العروض، حول رأس المال اللي شريت به. نعم.